الاقتصادي للنساء ضحايا العنف. برنامج جديد بعنوان صامدة تدفع من خلاله وزارة المرأة نحو دعم تشغيل النساء ضحايا العنف في تونس وتمكينهن اقتصاديا والمساعدة على إدماجهن في سوق الشغل وفي الحركة الاقتصادية. هذا البرنامج الجديد هو ينضاف إلى برنامج رائدات، ينضاف إلى برنامج التمكين الاقتصادي لأمهات التلاميذ المهددين بالانقطاع القسري عن الدراسة، أيضا ينضاف إلى برنامج التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخاصة. برنامج بتمويلات وطنية ترى فيه الناشطات في المجتمع المدني فرصة أمام النساء لحماية المرأة من العنف بدعم استقلالهن اقتصاديا، وترى نجاحه مرتبطا بتضافر جهود الدولة والمجتمع المدني. حماية المرأة من العنف هو نقطة هامة، لأنها وقت تستقل ماديا تكون يعني استقلالها الذاتي يخليها تنطلق ويخليها تكون واثقة في روحها ويخليها تكون ركزة، وهذا بالطبيعة ما نجم يكون إلا بتعاضد مجهودات مؤسسة الدولة والمجتمع المدني. توعية النساء بحقوقهن مسألة ضرورية في نظر المدافعات عن حقوق المرأة لتحقيق النتائج المنتظرة من برامج التمكين الاقتصادي، حتى لا تتحول إلى أداة للاستغلال وتقويض المجهودات الحكومية والمنظماتية. التمكين الاقتصادي عند مرأة ما عندهاش درجة معينة من الوعي يكون بطريقة سيئة. علاش؟ على خاطر ما تعرفش تتصرف وقت اللي توصل هي تخدم، وقت اللي توصل هي تولي عندها موارد ما تعرفش تتصرف الموارد هذا إذا كان ما تكونش فما مرافقة وتوعية للمرأة المعنفة باش توظف التمكين ولا الموارد متاحة بالمنحة الإيجابي. مشروع مؤسساتي لتشجيع النساء على اختلاف وضعيتهن على الاستثمار والابتكار والتحرر من التبعية الاقتصادية لأزواجهن بعد نجاح مشاريع سابقة في التمكين الاقتصادي لأكثر من 2000 أسرة تونسية في عام 2022 وفق أرقام وزارة المرأة التونسية. لا تكفي ترسانة القوانين والتشريعات للحد من ظاهرة العنف المسلط على النساء، لكن تحولهن من أياد عاملة إلى مستثمرات وصاحبات مشاريع عبر برامج التمكين الاقتصادية قد يدفع نحو انحسار الظاهرة واجتثاثها من المجتمع التونسي. إينيس فرادي، اليوم تونس.